يعني اللي يشوف ريفاس في باص زي ده يقول لك ايه ده ايه ده، لكن لا هو هداف، هو جوه منطقه الجزاء مهم، هجمات المرتده على طول بياخد اماكن كويسه، ادي في نص ملعب الهيدوس، حركه لعيبه السد من غير كره جميله، اكرم عفيف يقرب هذه المره، واحد على واحد واحد على واحد، هيعدي هيفوت، هيباصي بالعرض ولا هيشوط من جديد، واول اهداف اللقاء لولا براعه فهد. ولكن فين 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 انت فين وانا فين؟ بغداد بنجاح حطها لك فين؟ اول اهداف اللقاء عملها الزعيم، عملها الزعيم، الله 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 الله، انا اقول الله وانت تقول الله والسد الله عليه، الله روعه روعه روعه، ضغط اصرار تحدي، الزعيم من جديد يرفع شعار ما في حد قدي، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، جابي مره وفهد يتصدى مره، والهداف الهداف الاسطور الهداف التاريخي للدوري القطري على مدار تاريخه يحرز هدفه رقم 31، نعم 31 هدف لبغداد بنجاح، 59 هدف سجلهم في سنة 2018، الهداف الأول على مستوى العالم، فرحة سدوية، نعم نعم، تيكت إيزي تيكت إيزي تيكت إيزي، السد يتقدم بهدف يا عزيزي، 1-0، حاول فهد يونس أحمد، ولكن المتابعة الجميلة، تصويبة كانت من جابي، والمتابعة من بغداد أبو نجاح ليسجل أول أهداف اللقاء. ما هذا البغداد العجيب، ما هذا البغداد العجيب، ما هذا النجاح الصاعق والعظيم من تاني أكرم عفيف، يا لطيف يا لطيف، ولكن فهد فهد فهد، نعم يتصدى فهد ويحول إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية، انطلاقات واختراقات، ادي التحرك من غير كوره، لم يكن متسلل ابدا، شوف حركه، شوف الحركه الجميله لاكرم عفيف، لكن برافو فهد، قافل المرمى تماما في الزاويه القريبه ومامن نفسه تمام تمام تمام، 1-0 للزعيم، 1-0، اكرم عفيف، ضربه ركنيه للسد، سريعه، ثنائيه، كيمو كيمو كيمو، عبد الكريم حسن يسجل ثاني اهداف الزعيم، اي روعه يا زعيم، نعم نعم، اي قسوه يا زعيم، كم انت قاسي يا زعيم، 2-0 للسد على الريان، الدور الاول 5، الدور الثاني حتى الان 2، ويبدو ان هناك المزيد، مباراه نعم تحمل الاثاره والمتعه والنديه والروعه والاصرار والتحدي الكبير، وضربه راس من افضل لاعب في اسيا، من سجل في كاس اسيا الاخيره النجم الكبير عبد الكريم حسن 2، يسجل الان الهدف الثاني، وضربه راس صعبه على الحراس، يسعد كل الناس من عشاق عيال الديك، نعم 2-0 للسد، 2-0 للسد، السيطره والاستحواذ والفرص والعرضه كانت انذار، وفهد تصدى اكثر من لعبه، وارتقاء، بص بص العمالقه واقفين ازاي، بص ضربه حره في الهيدوس وفي اكرم عفيف لصالح نادي السد، اقتربنا من نهايه الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني، ادي بغداد بيحضر نفسه للستارت، اماميه على طول، لكن تروح لفهد ويمسك على طول بثبات، يمسك على طول بثبات، سقوط على الارض في الناحيه العكسيه، لكن يبدو انه سقوط طبيعي، يبدو انه سقوط طبيعي، محدش هيتجرأ كده، اه والله والله كان في ضربه جزاء، كان في ضربه جزاء، لكن هل وصلت لمرحله انها ضربه جزاء ولا لا؟ هو الصفاره ايه؟ هي الصفاره ايه؟ هيقول له الفار، هيقول له الفار، وضربه جزاء يا سيدي، ضربه جزاء يا سيدي، يا سيدي امرك امرك يا سيدي، اوامر الفار، اوامر الفار، نشوف الفار هيقول ايه؟ اللعبه اللي فاتت هتشوف الاعاده بتاعتها، هل كان في مسك ولا مجرد تلاحم طبيعي؟ هل السقوط طبيعي؟ هل السقوط نتيجة الإعاقة أو الشد أو الجذب؟ هل ضربة جزاء؟ نشوف مع بعض المسك أهي، بص المسك بالإيد، بص المسك بالإيد، بص المسك بالإيد، أشعر إنه هيلاقيها طبيعية، لكن الإيد، وضع الإيد اللي ماسكة وضعها مش طبيعي برضه، الإيد طالعة بنية المسك أو بنية الشد، مش بنية التلاحم العادي بتاع كرة القدم، لقطة هتبقى صعبة صدقوني، صدقوني هتبقى صعبة. خميس الكواري مدرس التربية الرياضية، مربي الأجيال تربويا ورياضيا، وقرار تحكيم ضربة جزاء ولا إيه؟ ضربة جزاء،
ضرب الجزاء، عارفين ايه اللي خلاها ضرب الجزاء؟ ان الايد اتمدت اكتر من اللازم. عبد الرحمن جاسم الحكم المونديالي والحكم الاسيوي الكبير والفار وقرار، وقال لخميس الكواري تعالى شوفها بنفسك. اكرم عفيف في مباراته رقم 16 يبحث عن هدفه رقم 18، والهدف الثالث للزعيم قد يكون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لا 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 لا. أكرم عفيف يقدم لأبناء الزعيم وأبناء عيال الديب الهدف الثالث بكل هدوء وبكل ثقة وبكل تأني. أقدام أكرم عفيف تغني وتعزف لحن الزعيم الجديد، لحن الثلاثية في الدور الأول خماسية وفي الدور الثاني حتى الآن ثلاثية. نعم عملها النطة اللي نطها فوق دي، ليه؟ هي اللي بتوري له الحارس رايح فين. النطة اللي نطها دي هي اللي بتخليه يتأخر جزء من الثانية. بص بص الطلعة اللي فوق دي، خلاص خلاص هو شاف فهد ركن على الزاوية الشمال، حطها له على اليمين. نعم بالشمال أو باليمين، أكرم عفيف عنده الخبر اليقين. نعم هو تكنيك خاص، هو تكنيك خاص في ضربات الجزاء لأكرم عفيف. الرأسة حلوة، فلما الحاجات تتوفر وينزل اللي بيعملها وليكن خلفان هيبتدي ريفاس يشتغل، وجه يشتغل يعني أو يعمل وجه نظر. جابي النهاردة عامل ماتش كويس، حس السيطرة والاستحواذ، كل لعيبة السد نجوم. أكرم من تاني، أكرم من تاني، لا 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 لا، رباعية 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 رباعية، ورايح يخبط في دامت راول ويقول له أنا هو أنا هو رباعية هو. بص 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 بص، أكرم عفيف يسجل رباعية. نعم سمعنا عن رباعيات الخيام، لكن هنا رباعيات الزعيم، وأكرم يسجل هدفين. حبيبي يا نور العين، سجلت في الريان هدفين. 4-0. بص أكرم بعدها رايح لدامت راول إزاي، مش مطلوب الكلام دول. لعيب كبير طبعا، هداف طبعا، صانع أهداف طبعا، لكن إياك إياك يا ولد، إياك يا ولد، إياك يا ولد، يا جماله يا جماله، على يمينه حطها له. رباعية الزعيم، رباعية الزعيم في الدور الأول 5، في الدور الثاني 4، في الدور الأول 5، في الدور الثاني 4. وادي أكرم على طريق ضربة الجزاء، وادي لعيبة نادي الريان راحوا للحكم عشان يقولوا له يعني ان في مشكلة هنا. هو طبعا حازم وحاسم معاهم خميس الكواري. 4-0 للسد، وانذار لموافا بلعب في دي 74. السد افضل احسن بكل المقاييس، صدام غير مقصود ابدا من سوريا، لان سوريا ما يعملش الحاجة دي غصب عنه تماما تماما تماما. مع حامد اسماعيل سلامات سلامات، اثق تماما ان سوريا عمره ما يكون قاصد يأذي، وعايز يحمي نفسه بس يعني اكتر منه يأذي. اهو اهو بيقول له ما اقصدش ابدا. حتى بص هو راح حط رجله على الكوره، فهي الكوره هربت من طريق رجله، فرجله كملت المشوار. بص بص هو رايح للكوره، بص كوره جايه اهي، بس قلشت منه جلت منه فكملت في رجل حامد اسماعيل. لكن لا اعتقد ابدا انه متعمد يصيبه او يأذيه. صحيح الاستادز بتاع الحذاء لما بيترفع بالشكل ده، ده بيدي نوع من النية يعني الغير جيدة، ايه في ايه ناوي على ايه، هيروح هناك وحط ايده في جيبه. انذار كارت اصفر، كارت اصفر يعني تهور. اوه انذار تاني لسوريا، عنده انذار قبل كده، وادي الانذار التاني، يبقى كارت احمر لسوريا. البار بيحتسب من خلاله الحكم متصدر بطولة الدوري بفارق نقطة عن الدحيل. فوز النهاردة يعني اتساع الفارق الى 4 نقاط. ينطلق من جديد ويتقدم خلفان ابراهيم خلفان، الانطلاق من تاني الى لوكا الى خلفان، وعلى طول فاول، فاول لصالح نادي الريان. تردد خميس الكواري، تردد قال لك اللي لعبها هل خلفان ولا مدافع نادي الريان، مدافع نادي السد اللي لعبها. لعيبه الريان عايزين ايه بقى؟ قالوا له اطردوا اطردوا، ده انفراد كامل يا ولدي، انفراد كامل يا ولدي. قال لهم لو سمحتوا مش عايز كلام، وودنوا مع الفار، وودنوا مع الفار. هل تستدعي الفار ولا لا؟ هل تستدعي الفار ولا لا؟ من جابي، جابي كارت احمر
كارت احمر، طلع الكارت الاحمر وما طلعش الكارت الاحمر بسرعة. الحقيقة خميس الكواري يمكن جاله القرار من الفار، يمكن جاله القرار من الفار. لو جابي لمس الكرة يبقى اللعبة ما فيهاش حاجة، لكن جابي ما لمسش الكرة، جابي ما لمسش الكرة. طب جابي عمل إعاقة، جابي عمل عرقلة، نعم جابي لمس رجل خلفان الشمال وأفقدوا اتزانه وما لمسش الكرة، وخلفان كانت الكرة تحت السيطرة ومنفرد، يعني منعه من انفراد كامل وفرصة إحراز هدف محقق.